حربي، صباح الفل على احلى محامي فيك يا مصر. تعالى اتفضل. ها وصلت الحاجة؟ تعالى بس نقعد الاول وبعدين نتكلم يا حربي. نابليون بونابرت يا عم صلاح، انت ليك في التاريخ ولا ايه؟ عارف يا حربي اهم حاجة في التاريخ ايه؟ اننا بنتعلم منه. عم سيبك من التاريخ دلوقتي وقول لي، فكرت وصلت لحاجه ولا لسه؟ وصلت. طب ما تقول لي بقى ابو صلاح وفرحني. شوف يا حربي، نابليون ده كان من اعظم القاده العسكريين. كان عنده مبدا بيستخدمه في كل المعارك بتاعته. المبدا ده بيقول ايه؟ الهجوم خير وسيله للدفاع. احنا بقى هنعكس مبدا نابليون. لا والنبي ابو صلاح، وحياه ابوك بالراحه عليا كده، وايه؟ فهمني واحده واحده لحسن شكلي هتوه منك. احنا هنشتغل بمبدا الدفاع خير وسيله للهجوم. مش فاهم. يعني احنا هندافع ونحرص، لا هنهجم ولا نخوف، وهنستخدم ده مش ده. يعني انت يعني طالبه معاك الغاز على الصبح يعني يا ابو صلاح؟ ما قلت لك بالراحه عليا وفهمني واحده واحده لحسن انا كده تهت منك على الاخر. ماشي يا حبيبي افهمك. هي الناس كلها عايزه ايه؟ عايزه البضاعه. والبضاعه فين؟ البضاعه معايا. يبقى كل الناس هتفضل وراك علشان توصل لي البضاعة، صح؟ صح. احنا بقى هنلعب على النقطة دي. مش فاهم حاجة. أفهمك. لسه ما عرفتش ميعاد تسليم البضاعة امتى عن تربيه؟ لسه من فين؟ ده احنا مسبونسرين. بخير يا مفيد. ايه اللي جابك بدري؟ وحشتني. قلت اجي اطمن عليك. مفيد، عايزين فنجانين قهوه كده حلوين علشان نصحصح انا وعمك عنتر. يلا. بقول لك ايه؟ اقفل الباب وراك كويس وما تخليش حد يخش علينا. اقفله عنتر بيه؟ ايه؟ جاي حامل ايه؟ في حاجة؟ أنا اللي جاي أسألك، وصلت الحاجة مع العيال دول؟ خير إن شاء الله. خير؟ خير؟ إيه اللي خير إن شاء الله خير؟ يعني هيسلموك البضاعة ولا لأ؟ وبتسأل ليه؟ بسأل ليه؟ أنت اللي بتقول لي كده يا عنتر؟ مش أنت اللي قلت لي إن إحنا الاتنين شركاء؟ وإن إحنا الاتنين لازم تبقى إيدينا في إيدين بعض عشان نبين للباشا مين اللي قلبه عليه وخايف عليه، ويعرف بقى مين اللي بيعمل له مصيبة وممكن يضيعه في ثانية. مش هو ده كلامك ليا يا عنتر ولا إيه؟ أنا ما نسيتش يا عزام، ما نسيتش. أمال إيه؟ نفسك كبرت عليا ولا إيه؟ عليه بس يا قوي. إكملني يعني يا سيدي، أنت اللي وصلت البضاعة فين؟ وأنت اللي قدرت تقنع الواد اللي اسمه حربي ده إنه يرجعها. إيه؟ خلاص ما بقاش في ثقه بيننا وبين بعض؟ ما كنتش كده يا عزام، احنا اصحاب عشره عمر. امال ايه الحكايه؟ مش عايز تقول لي وصلت لايه؟ الموزعين كل شويه بيسالوني البضاعه وصلت ولا لسه، وانا مش عارف ارد عليهم اقول لهم ايه، وانت قاعد زي ابو الهول مش عايز تقول لي اي حاجه. دي لسه ما عرفتش هيسالوها لي امتى. يعني ايه؟ هو انت مش اتفقت معاهم؟ اتفقت معاهم على كل حاجه، مكان التسليم والعموله، لكن اهو ما قالوا ليش اللي معايا وانا قاعد مستنظر موت. طب على الاقل اللي هيسلمها لك فين؟ في مخزن المحاجر عندي في الجبل. هو؟ الو؟ ايوه حربي، كيف حالك؟ تمام مظبوط حاضر، هخلي مفيد يستناك هناك في الميعاد بالمظبوط، ما تخافش. مع السلامة. مع السلامة يا حربي. ها قال لك ايه؟ هيسلم البضاعة الليلة في المكان اللي اتفقنا عليه في نص الليل، بس عنده شرط. شرط؟ شرط ايه؟ ما حدش مننا يكون موجود هناك، مفيد بس، لو شاف حد مننا مش هيسلم البضاعة وهيمشي. يا سلام، ما بقاش ناقص غير الجربوع ده كمان اللي يتشرط ويتحكم فينا. معلش يا سيدي، إن كان ليك عند الكلب حاجة، بعدين عايزين نخلص من الموال ده. ماشي ماشي يا عنتر، خليك وراك كداب، بس بقول لك إيه، لازم نتابع العملية من بعيد لبعيد لحسن العيال دول يكونوا بيلعبوا بينا.
في دي عندك حق. خلاص يبقى هنتقابل النهارده الساعة 10 10 ونص كده 11 في العوامة. عرفت هتعمل ايه؟ عرفت يا ابو صلاح. بس يخرب بيتها عليك يا جدع، ده انت رسمتها رسمة ما تخرش المية. المهم تنفذ اللي قلت لك عليه بالحرف الواحد، وخلينا نجرب الثقة. ماشي، نجرب الثقة. الحق انا بعدي على الواد زين وبركة عشان نظبط الدنيا. طيب وانا هنزل اجر عربية واجهز نفسي واستنى. ماشي مش هتأخر عليك. مع السلامة يا أحلى مخ فيك يا مصر. مع السلامة يا حبيبي. يلا يا رجاله حملوا العربيات على قد ما تشيل. يلا عايزين نخلص ونتكل على الله. يلا الو. ايوه رشوان، العمليه هتتم النهارده الساعه 12 بالليل. في المخازن بتاعت عنتر في الجبل اللي في المحاجر. انت وعنتر هتكون هناك؟ لا، الواد رافض ان اي حد مننا يكون موجود. مفيد هو اللي هيستلم منه البضاعه وبعدين يبلغنا. امال انتوا هتكونوا فين؟ هنكون في العوامه. خلاص هبقى افوت عليكم هناك. مع السلامه. اسمع يا حنفي، روح لقبضايا حالا وخليه يجلس. العمليه هتتم الليله. استنى تاني يا مفيد. حاضر. الساعة 11 تكون في مخازن الجبل. مش عايز أي غلطة، سامع؟ حاضر ساعة بيه. أول ما تستلم كلمني وطمني. من غير ما تقول يا عنتر بيه. مع ألف سلامة. ايوه سعاده البيه، حربي هيسلم البضاعه الليله. امتى؟ اول ما يحصل بلغنا على طول. انا لسه رشا، انا عدل المحامي، عايز اكلم نعيم بيه لساعتي. عدلي بيه المحامي على التليفون يا باشا. ايوه عدلي. العمليه هتتم الليله. امتى؟ الساعه 12. خلاص يبقى هستناك الليله دي عندي في المزرعه. ما تتاخرش. امرك يا باشا. عرفت هتعمل ايه؟ قول عليه بابا لأم. أهم حاجة تصطاده في حتة مقطوعة وتاخد منه اللي قلت لك عليه، وبعد كده اعمل اللي أنت عايزه. نترحم عليه يا سيدي ونقرا الفاتحة. من هنا ومن الخمارة دي والفلوس دي شاهدة على كلامنا. بلغ رشوان بيه كل اللي بيتمناها يحصل وبالحرف الواحد. هاكم. أيه يا باشا. قبضايا لسه متصل بيها دلوقتي وبيقول ان زين وحربي هيخرجوا بالعربيه الليله وعايزني ابلغه اول ما يخرجوا، وانا يا باشا مش عارف اعمل ايه. تبلغه وتبلغني على طول. فاهم يا كيمو؟ امرك يا باشا. قبضايا هيضرب حربي الليله، عايزك تحضر قوه تكون جاهزه للتحرك اخر النهار، وحط قبضايا ورجالته تحت المراقبه كام ساعه اللي جايين، مفهوم؟ تمام يا فندم. يا رجاله الهمه امان، الخرده الجديده زمانها على وصول.
زين لسه ما رجعش؟ لا لسه. طب اول ما يرجع هاتوا حصلوه على العشاء. عينيا. سلام. سلام. يلا يلا يا رجال. تعال تعال يا ابني ساعده. تعال مش عايز اتلفظ. تعال. يا باشا. صح هنفي عملت ايه؟ كله جاهز. وابو ضيح هينفذ الليله. حلو قوي. اسمع يا حنفي. عايزك تاخد الرجال الليله دي وتمشي ورا اللي اسمه أبضايا ده خطوة بخطوة ما تسيبوش، مش عاوز حد يحس بيك. أول ما تشوفه استلموا من البضاعة تاخد منهم البضاعة وتخلص على الكل. الكل يا رشوم بيه؟ الكل يا حنفي. تروح انتوا دلوقتي تجمعوا الرجالة وعلى المغربية تاخدوهم في العربيات وتخرجوا بيهم عند مخرج المنطقة. وانت يا سيدي الناس مش هتيجي معانا ولا ايه يا معلم؟ عيب عليك يا دقرم، ده يوم فرحي. امال مين اللي هيزف حرب لاخرته؟ ها يا حرب عملت ايه؟ طمني انت الاول، جبت الخردة؟ جبتها. ها وعينت المكان وعرفت تروحوا ازاي؟ يا سيدي واعرف اروحوا عمياني كمان. قول لي بقى عملت ايه مع صلاح؟ على بره كده وانا احكي لكم على كل حاجة. الو؟ ايوه يا دنيا، انا عزام. ايوه عزام بيه، ازيك؟ في حاجه؟ انت ودعاء ما تجيش الكباريه النهارده. ما تجيش الكباريه؟ ليه؟ انا مش فاهمه حاجه. في حفله صغيره كده في العوامه، برع هيعدوا عليكم الساعه 10 يجيبكم على هناك. بنتي يا دنيا، ممكن بقى تفهميني كده ايه حكايه العوامه دي يا اختي؟ يا اختي ما انا عارفه تلاقي عازم يعني عنتر ورشوان. عارفه يا بنت يا دنيا، انا لا بطيء ده ولا بطيء ده هو. ومنسيه معاك، بس نعمل ايه؟ دي اوامر عزام بيه. طب هو هيحصل حاجه يا بنت لو احنا ما رحناش؟ بقول لك ايه يا اختي، هو انت فاكره نفسك يعني ضيفه ولا معزومه؟ لا ده شغلنا، شغلنا يا دعاء اللي بناكل منه لمميته. عارفه يا بنت عارفه، بس مش عارفه ليه قلبي متوهش قوي من موضوع العوامه ده، شايفاه ملوش لازمه يعني. بقول لك ايه يا دعاء، في شغلانتنا دي يا حبيبتي مفيش حاجه اسمها انك تريحي نفسك، انت لازم تريحي الزبون في خيمته. يلا بقى نروح نعمل حاجه بقى ناكلها ونريح شويه عشان السهره كده شكلها ايه؟ صباحي. يلا يا اختي. انت بتتكلم جد ولا بتهرج يا حربي؟ هو الحاجات دي فيها هزار؟ لا جد، على اسم صلاح ده مزودها قوي، العمليه مش مستاهله، ده يودينا في داهيه. ولا انا غلطان يا زين؟ والله لو طلعت العملية مش مستاهلة يبقى عدت، لكن لو طلعت مستاهلة بقى يبقى احنا أمننا نفسنا ودي أهم حاجة. يبقى اتكلنا على الله رجالة. بركة تاخد بعضك وتطلع على صلاح وتنفذ اللي يقولك عليه بالحرف. وانتم؟ أنا وزين هننفذ الخطة اللي رسمها صلاح. حربي انت مأمن اللي اسمه صلاح ده؟ تسأل ليه يا بركة؟ يعني مجرد سؤال. أيوة مأمن اللي اسمه صلاح ده. ماشي يا حربي، نشوفه يا صاحبي. هنعمل ايه دلوقتي؟ خش بقى، انا قايل لنا ساعتين لحد المغرب، لسه قدامنا ليله طويله. وبعدين بيني وبينك ما نمتش ولا ثانيه امبارح. بتشقى انت حربي. نعمل ايه بقى؟ هو كله في سبيل المصلحه يا عم زين.